سلام حتى القدس واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حتى القدس ونتعرف معا على عناوين فقراتنا في فلسطين قضيه تثبيت الربط بين الساحات الفلسطينيه ما الادوات والاليات على وقع الاقتحامات والانتهاكات الاسرائيليه وفي ظل غياب الافق السياسي على طريق القدس الحمله الشعبيه لاستعاده جثمين الشهداء من ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام انتهاكات المحتل المستفزه فاي دور في المسانده لاسترداد رفاتهم في فلسطين هويتي شوكولا صحيه بطعم اعشاب فلسطين وحتى الحريه اشرف نوفل حاله من الغضب والاستنفار تنتاب فصائل المقاومه الفلسطينيه مع تنصل اسرائيل من كل اتفاقيات التهدئه بل تتعمد وتزيد من استفزازاتها عبر انتهاكات يوميه بهجمات منظمه من قبل جيشها ومستوطنينها او مستوطنيها في القدس والمسجد الاقصى فضلا عن عمليات القتل اليوميه لابناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفه وهدم البيوت وصولا الى استهداف الاسرى والاعتداء المستمر عليهم وتجاهل اضراباتهم وهنا نتوقف عند تصعيد الفصائل الفلسطينيه ودور فعاليات المقاومه الشعبيه في المرحله الحاليه ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني علما ان هذه المشهديه في فلسطين لا تنفصل عن اجواء وظروف الاقليم الملتهب وطرح احتمالات المواجهه والحرب في ظل التهويل الاسرائيلي لاندلاعها قضيتنا نطرحها على ضيفينا دكتور وسام ابو شماله الكاتب والمحلل السياسي معنا من غزه والدكتور جمال حويل عضو المجلس الثوري في حركه فتح معنا من جنين في الضفه اهلا بكما دكتور جمال دكتور وسام ابدا من غزه معك دكتور وسام الفصائل الفلسطينيه تحدد يوم غدا الجمعه يوما للمواجهه المفتوحه مع الاحتلال بعد استمرار بطش الاحتلال ومناوراته كذلك العسكريه الاخيره ما المدولات لقرارات الفصائل الفلسطينية مجتمعة وما هو تقدير الموقف لديكم لكل ما يجري في كافة الجبهات الفلسطينية يا يعني من الواضح أن سياسة الاحتلال وسياسة حكومة بنت الحالية هي استمرار لسياسة اليمين الصهيوني والصهيونية الدينية المتطرفة وهي استمرار بالعموم للسياسات الإسرائيلية اتجاه الشعب الفلسطيني في كل الساحات وبالتحديد في الضفه الغربيه وفي القدس وايضا في داخل فلسطين المحتله هي سياسات عنصريه بامتياز سياسات عدوانيه تهدف الى تركيع الشعب الفلسطيني وفرض حاله من الاستسلام والارتهال الامر الواقع بحيث ان يكون لا يكون هناك اي افق سياسي بحيث ان لا يكون هناك اي غطاء بغطاء سياسي كل التصرفات والادوات التي يستخدمها الاحتلال هي ادوات عسكريه على الارض ادوات استيطانيه ادوات احلاليه تهويديه وايضا بعض القضايا الاقتصاديه هنا او هناك حتى تسكن الحاله لكن الشعب الفلسطيني ومن خلال اعلان الفصائل المختلفه كافه الفصائل الفلسطينيه والقوى الوطنيه بعدم الارتهان والاستسلام لهذه الحاله الصهيونيه وبعض يعني التحالفات الموجوده في المنطقه والغطاء الامريكي بحيث انه تبقى الحاله على الارض اشتباك دائم، اشتباك ياخذ مناحي مختلفه وياخذ ايضا منحنيات مختلفه. الاشتباك الشعبي المستمر على الارض، العمليات الفرديه والمنظمه يعني التي تبرز بين الفينه والاخرى ايضا مستمره. عمليات مقاومة التهويد في القدس والمسجد الأقصى واقتحامات الاحتلال المسجد الأقصى أيضا مستمرة في أكثر من من بعد الحالة في العموم هي حالة حالة يعني متواصلة في المواجهة ولكن تأخذ أشكال مختلفة أحيانا تزيد في في لحظة من لحظات مثل الفترات المتعلقة برمضان وما واكب مسيرة الأعلام بعد بعد شهر رمضان وبعض الحالات أيضا تتراجع إلى حد ما الصورة الجماهيرية لكن بالتأكيد عملية المواجهة هي عملية مستمرة مع الاحتلال وكل محاولات الاحتلال لفرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني وفرض حالة من يعني الاجتهاد الامر الواقع مع غياب اي افق سياسي اعتقد انه الاحتلال يفشل واعلان الفصائل هو ياتي في هذا السياق كل ما هو على الارض هو هو عوامل تفجير كل ما يحدث على الارض من تصرفات وسلوك اجرامي الاحتلال هو عمليه تفجير في كل لحظه قابله لان تشعل المنطقه وهذا ليس بالمناسبه فقط في فلسطين المحتله وانما في كل صح. يعني ساحات المواجهه وهنا في وهنا وهنا سننطلق يمكن من عمليه الرابط التي اشرت اليها التنفة. عوامل التفجير ليست هي مرتبطه فقط بالجبهه الفلسطينيه بل نتحدث عن كل هذه الساحات المتشابكه والاستفزاز الاسرائيلي المستمر لانك اشرت الى كل عوامل التفجير على الارض ولا سيما بالساحه الفلسطينيه هذه الحقائق على الارض دكتور حويل تؤكد انه اخلال دوله الاحتلال بكل التعهدات التي قطعت لوسطاء التهدئه بالنسبه للفتره الماضيه في زياده هجمه المستوطنين، اقرار كذلك مشاريع استيطانيه جديده، رفع جيش الاحتلال من وتيره عمليات الاعدام الميداني، اعتقالات، اقتحامات ما يجري في القدس والمسجد الاقصى. ما هي الادوات والاليات بالنسبه لكم وخطه العمل للرد التي يتم تداولها اتحدث في فتح خاصه وفلسطينيا عامه؟ في البداية تحياتي لك أختي وفاء تحياتي لميدين بك. تحياتي لضيفك الكريم من غزة المحاصرة والتي تدفع ثمن كبير جدا من أجل أن تكون هناك عزة وكرامة لشعبنا الفلسطيني بكافة فصائلها وشرائحها وأبطالها ونسائها ورجالها تحية لأهلنا في غزة أختي العزيزة بداية إذا أردنا أن نتحدث بالأدوات والآليات لابد أن لا نبيع الوهم لشعبنا الفلسطيني هنا وهناك الوضع الفلسطيني سيء للغاية هناك انقسام داخلي انقسام وطني كبير جدا وهو الأساس والمبدأ الأساسي لانتصار الشعوب المكورة والمظلومة والواقعة تحت الاحتلال هناك انقسام حاد جغرافي ونفسي وسياسي واجتماعي لدرجة كبيرة جدا هذا الموضوع يعني سيء للغاية الإقليم في تطبيع مستمر ومتزايد هناك من هو فوق الطاولة وهناك ما يجري تحت الطاولة وكله يتآمر على شعبنا الفلسطيني ويريد ان يبيع ويشتري في هذه القضيه، الموضوع التحليل الدولي للوضع الفلسطيني هو ما زالت امريكا تمزك في زمام الامور وتحاول ان تفرض رايها على العالم. من هون تاتي اهميه المقاومه والمواجهه والاليات والادوات حتى تستعيد القضيه الفلسطينيه رونقها والا تقع في شباك وخداع هذا العالم الظالم اصلا وخداع اسرائيل والمطحين والمطبعين. جنين تقود مقاومه والان انا اعتقد انها تتصدر وتتقدم المقاومه في ايصال رسائل مهمه جدا، اول شيء لشعبنا الفلسطيني بانه الاداه والاليه الاولى للانتصار على هذا الاحتلال وضرب مخططاته العسكريه الاجراميه الموجوده على الارض اولا وانا بقول بدايه انه الاحتلال هو المشكله. ووجود الاحتلال يعني كل شيء سيء كل ممارسات الارهاب في حق شعبنا الفلسطيني من بناء المستوطنات وتهويد القدس والتنكيل باسران الابطال وبناء جدار فصل العنصري وظلم اهلنا في 48 كل اتواد نتيجه للاحتلال ويجب ان يزول الاحتلال فبالتالي جنين تحاول ان توصل رساله والمقاومه تحاول ان توصل رساله لشعبنا الفلسطيني بأن الوحده الوطنيه هي قانون الانتصار واذا لم نكن موحدين وكاننا نحرث في الماء فبالتالي دائما جنين تعطي الامل للشعب الفلسطيني باكمله بان المواجهه والقوه والبندقيه هي من يوجه الشعب الفلسطيني ومن يوحد هذا الشعب الفلسطيني. اثنين رساله الاحتلال الاسرائيلي بانك مهما حاولت من اجرام وإرهاب بحق شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة الغربية المحتلة في القدس الشريف في غزة المحاصرة في جنين في نابلس في الخليل في كل مكان في فلسطين المحتلة عام 48 لأكثر من 8. 74 عام وأنت والاحتلال يمارس هذا الإرهاب إلى أن هذا الشعب الفلسطيني حي ويخرج من تحت الركام ويقول للعالم أجمع بأننا شعب لسنا ما سائغة لهذا الاحتلال يمضغنا مشاء ولكننا قوة ونحاول أن نكلف هذا الاحتلال أكبر الإثماء في وجود هذا الاحتلال فبالتالي الآليات والأدوات أختي العزيزة الكل يعرفها والكل ينظر فيها ولكن لا توجد هناك إرادة إلى الآن في الوصول إلى هذه الآليات والأدوات الوحدة الوطنية هي إرادة عند من دكتور جمال ويجب أن يكون هناك نعم الإرادة عند من عند أي طرف تحديدا فلسطيني هذا عند أتحدث؟ الجميع أنا أنا الآن لا أريد أن أشتغل صليب أحمر عند أحد أنا أتحدث الواقع ولسان الشارع الفلسطيني الشارع الفلسطيني أختي العزيزة لا يتحمل بأن المسؤولية مرة عند حماس ومرة عند فتح وبالتالي لن نصل إلى هذه النتيجة حماس واقع موجود على الأرض وفتح واقع موجود وعلينا أن نبحث معا في الكواسم المشتركة فيما بين المشكلة الآن ممكن أتهم أي جهة من خلال هذا البرنامج أو غيره ولكن هل سيصل بنا إلى نتيجة هناك واقع موجود على الأرض وعلينا أن نتعاطي ونتعامل مع هذا الواقع بما يرضي شعبنا بما يرضي تضحيات طيب. أطفالنا بما يرضي تضحيات الشهداء نعم. والأسر الأبطال يبدو انه أنا هذه أنا المقاربه اسمح لي فقط لاستمزج راي الدكتور وسام في مقاربه اخرى تتحدث انه لا نبيع الوهم للشعب الفلسطيني في ظروف محيطه للقضيه الفلسطينيه الانقسام الفلسطيني الحاد ايضا نتحدث عن مسار في الاقليم المسار التطبيعي زياره بايدن التي يتم ممكن الحديث عنها باشهار واعلان هذا التحالف الاقليمي الذي من ضمنه ستكون للاسف انظمه عربيه وكذلك اسرائيل بمواجهه المقاومات في المنطقه وهنا اسمح لي سيد ابو ما رأيك بهذا الكلام وهذا الطرح ولا سيما بأنك كتبت مقال على الميادين تحت عنوان مرض أبي مازن والمعضلة الفلسطينية الجوهر بهذا المقال وهذا ما أريد أن أشدد عنه عليه وأشار إليها كذلك الدكتور جمال حويل هو مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وتأثيره على القضية ومصير القضية الفلسطينية وحتى مصير السلطة الفلسطينية أي عوامل وعناصر تحدد هذا المستقبل وما هي ملامحه برأيك؟ يعني ابتداء الكل يشخص البيئة وتحليل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالقضية الفلسطينية هي عموما واضحة لكن يجب أن تكون الأمر في نوع من الموضوعية ابتداء البيئة الفلسطينية لا نستطيع أن نقول أنها بيئة مستسلمة وغاف و مسلمة بواقع الاحتلال والاستيطان والتهويد هي بيئة مقاومة لا شك أن هذه البيئة وأنا أعتقد أنه خصوصاً في دكتور العام الاخير يعني لم شهدت. نسمع هذا الكلام نعم. للدكتور جمال هو تحدث عن واقع يحيط واقع اقليمي وواقع داخلي فلسطين وتحدث جميل. عن رسائل خيار المقاومه يعني. وليس الاستسلام ولكن صحيح. في وقائع على الارض يتحدث عنها بطبيعه الحال لا شك لا احد يستطيع ان يستثني الواقع هناك واقع يجب ان نشير له من اكثر من زاويه، الواقع الفلسطيني على في صعيد في موضوع الانقسام لا شك انه موضوع مؤلم، لكن لا نستطيع ان نعلق كل قضايانا على شماعه الانقسام الفلسطيني. هناك حاله الانقسام موجوده حتى داخل مجتمع العدو، في انقسامات على كل المستويات افقيه وعموديه وبدات حتى تظهر معالم كثيره توحي بانه مجتمع العدو ايضا في اضعاف وفي انهاك في اكثر من مستوى. في البيئة الإقليمية نعم هناك محور تطبيع لا شك أنه موجود لكن أيضا في المقابل هناك محور مقاومة موجود ومتمسك بأدواته في صراعه مع مع الاحتلال. لذلك البيئة حتى البيئة الدولية هناك تغير إلى حد ما ولو كان محدود في اتجاه التعاطف مع قضايا الشعب الفلسطيني في أكثر من مستوى حتى لو لم يكن على المستوى الرسمي وحتى في البيئة الدولية الصراع الدولي الموجود الآن في الساحة الدولية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أعتقد أيضا لها انعكاساتها على القضية الفلسطينية لذلك إذا أردنا أن نحلل البيئة الاستراتيجية العامة يجب أن نشير إلى كل ما هو إيجابي لصالح القضية الفلسطينية وهناك بعض المؤشرات الإيجابية وأيضا كل ما له علاقة بالتداعيات السلبية في موضوع البيئة الفلسطينية أنا أعتقد أن هناك فرصة أمامنا لتحسين واقع النظام السياسي الفلسطيني الوسيلة الوحيدة هي وتعزيز الشرعيات عن طريق صندوق الانتخابات اعتقد ان الكل الفلسطيني لا يستطيع ان يقول ان هذا الطرف شرعي او هذا او ذاك الطرف شرعي الا من خلال اللجوء الى صندوق الاقتراع والانتخابات او التوافق. هاتين الاليتين يجمع عليها الكل الفلسطيني. اذا اردنا ان نحل مشكله النظام السياسي الفلسطيني هناك عنوانان، العنوان الاول هو الانتخابات والعنوان الثاني هو التوافق. الكل يسلم ان هناك قوتان رئيسيتان على الساحه الفلسطينيه هي حركه حماس وحركه فتح وهناك ايضا فصائل قويه ووازنه مثل الجهاد والشعبيه والديمقراطية وفصائل المنظمة على مختلف أوزانها. لكن حقيقة أن نسلم أن الواقع الفلسطيني واقع أبدي في موضوع الانقسام. لا نستطيع أن نقول ذلك. يجب أن يتحرك الكل الفلسطيني خاصة انه الان في يعني نسلم ان هناك مرض للسيد ابو مازن، السيد ابو مازن يبلغ من العمر 87 عام، وانا اعتقد انه في مرحلة من المراحل يجب ان يعني يجتمع الكل الفلسطيني على وضع أزمة النظام السياسي الفلسطيني على الطاولة بحيث أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة لإنهاء الانقسام وبداية الاتفاق على الحد الأدنى المشترك كل الفصائل الفلسطينيه وقعت نعم. على اتفاق وفاق وطني يصيغ الحاله الوطنيه بالحد الادنى المشترك دكتور لذلك ويسام. هناك نعم. رؤى مشتركه موجوده لا نستطيع ان ننفيها فقط هي تريد اعمالها على الارض وتنفيذها على الارض بحيث ان نستثني الخيارات الاسرائيليه اي عوامل خارجيه تتدخل في الموضوع الفلسطيني هي عوامل فاسده لذلك انا اعتقد انه اذا الكل الفلسطيني اجمع على ايجاد حل لازمه النظام السياسي الفلسطيني على الاقل في المستقبل انا اعتقد انه يمكن ان نصلح الحاله الوطنيه على الصعيد الميداني الشعبي منذ, منذ يعني معركه سيف القدس التي خاضتها المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه وخاطها شعب الفلسطيني في القدس والضفه الغربيه وفي الـ 48 وشارك فيها ايضا جهات من محور المقاومه بشكل او باخر انا اعتقد ان هذه الحاله ما زالت اثارها الايجابيه مستمره الربط بين الساحات موجود العدو يحاول بكل ما اوتي من قوه ان يفصل ما بين الساحات وان يعزز الانقسام وأن يلهي كل حالة فلسطينية في غزة أن تلتهي بالوضع الحصار الاقتصادي في الضفة أن تلتهب بحالة يعني البعض الإشكالات الداخلية يعني اسمح لي في سيناريوهات عديدة بالنسبة للإسرائيلي وأشرت إليه ولا سيما اليمين الإسرائيلي يعني لأتجاوز هذه النقطة ونستفيد من الوقت ولا سيما نتحدث عن الإقليم الملتهب وارتباطه أيضا بالساحة الفلسطينية ولكن بجزئية أساسية دكتور جمال حويل هذا اليمين الإسرائيلي يعتبر اليوم أنه الأغلبية في إسرائيل لديها اعتقاد أنه إعادة الص السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية والقضاء على ما تبقى من اتفاقات أسلو هو الحل الأنسب لهم ماذا عن ترتيب البيت الفلسطيني ما هي الخطوة التي يجب أن تتخذ والذي قلت أنه في الأمريكي يحاول أن يقول بأننا من أنا من, من هو المسيطر وأمسك بزمام المبادرة ما الذي يمكن أن تصله فلسطينيا من رسائل إلى الأمريكي بأنه لا يوجد في الجانب الفلسطيني شريك لك في هذه التسوية وكيف؟ أخت العزيزة على ما يبدو ضيفك لم يفهم ماذا أتحدث أنا أتحدث من قلب مخيم جنين وأنتم تعلمون ماذا يعني مخيم جنين مخيم جنين الذي خرج منه رعد خازم أحد أبطال كتاب شهداء الأقصى في وسط شارع ديزنكوف وخرج منه ضياء حمارش من يعبد في وسط فلسطين محتلة عام 48، واستشهد في داود زبيدي كتاب كتائب شهداء الاقصى، فنحن في مخيم جنين ضيف الكريم اخي العزيز نعرف ماذا نتكلم وماذا نقول، ونحن نقول النقطة المشتركة دكتور بين جمال بينك وبين دكتور وسام الأهمية بأننا وصلنا لا على لا جوهر لا خيار لا المقاومة لا دكتور جمال، وهذه نقطة مشتركة بينكما ويعني أوصلتما الرسالة بشكل واضح، تفضل، تفضل أكمل رجاء اختي وفاء رجاء اتركينا حتى تفضل تفضل فقط انا ابني على الامور الايجابيه لنبني هذا الحوار وترتيب البيت الفلسطيني في نيسان 2002 مخيم جنين اوصل رساله للشعب الفلسطيني كله وخاصه أن هذه المعركه كانت المعركه الاولى التي تخاض بعد عام 67 في الاراضي المحتله واوقعت خسائر فادحه جدا في صفوف هذا الاحتلال بحيث أش... شارون بالعيزر ومفاز مباشرة على هذه وأصبحت هي المنارة والباروميتر سيف القدس وكملت هذا الوار الطويل الذي قادته المقاومه في جنين وفي غيرها لانه نحن في حلقه مستمره وفي سلسله مستمره من المقاومه وعندما اوصف الحاله اريد ان اعطي الاليات واقول بان المقاومه في جنين هي اوصلت رساله للجميع بان هذا الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يستكين لكل المعادلات التطبيعيه في المنطقه العربيه وفي العالم الان بايدن سياتي الى المنطقه والمطلوب والمطلوب من الجميع ان يكون بتهدئه الاوضاع من اجل ان يأتي السيد بايدن الى السعوديه ويكمل الحصار على محور المقاومه على أو, أي او على اي دوله هنا او هناك ونقل الصراع من الاحتلال الرئيسي وهو اسرائيل الى مكان اخر. من هون عشان هيك اسرائيل بتقول معركتنا هي ممتده من جنين وحتى اصفهان في ايران، فبالتالي معركه جنين ومعركه الوحده الوطنيه ومعركه الشعب الفلسطيني باكمله ومعركه غزه هي في رفض ما تخطط له امريكا ورفض التهدئه الذي يريد ان يعطوها لهذا الاحتلال لانه نحن من عام 36 الى الان كل اللجان التي شكلت وكل اوقات التهدئه التي تعطي البريطاني والاحتلال البريطاني والحركه الصهيونيه وتعطى الان لاسرائيل وامريكا معناها المزيد من فرض الامر الواقع على الشعب الفلسطيني، المزيد من الاستيطان، المزيد من تهويد القدس، المزيد من تنكيل بشعبنا الفلسطيني والمزيد من حصارنا لغزه، نحن نقول بان من اسس هذه الدوله المسخ في هذه المنطقه هو حزب العمل اليسار الاسرائيلي ولم يقدم شيء للشعب الفلسطيني، فما بالكم بحكومه يمينيه متطرفه تسترشد بالتوراه المزوره بان هذه هذه الارض الموعوده، فانا باعتقادي من التجربه ومن باب العلمي والطبيعي والموضوعي ومن باب برامج الانتخابية التي تعلن ولا نحللها تحليل الأحزاب الإسرائيلية على بشكل كامل بما فيها حزب العمل اللي الآن خمس مقاعد هي تجمع جميعا بأن القدس موحدة عاصمة إسرائيل وبأنهم لن يتلازل عن الكتل الاستيطانية ولن يعطون أي شيء في هذه الأرض أكثر من حكم ذاتي مزين في بعض الرشاوى الاقتصاديه وبعض اجراءات ما يسمونه بحسن النيه سواء العلاقة بلم الشمل او التصريح هنا وهناك قضيه الشعب الفلسطيني هي قضيه سياسيه مخيم جنين اختي وفاء لا يريد تصريح ولا يريد بي ام سي ولا يريد رشاوى اقتصاديه يريد صحيح. حق العوده الاحتلال موجود والمخيم ما زال موجود واللجوء ما زال موجودا فبالتالي ستستمر المقاومه التي توحد الشعب الفلسطيني في ارقى صورها وهي الكفاح المسلح والبندقيه نحن نبارك ونشد على ايادي كل من يقاوم في بيته وفي بركة وفي نعلين وفي بلعين وفي كل وفي كفر قدوم وفي كل مكان نحن نقول كما يقول الاخ القائد مروان البرغوثي الذي نتمنى ان يكون هو اجماع حركه فتح وشعبنا الفلسطيني وان يكون مرشحا رئاسيا للشعب الفلسطيني ونتمسك في ذلك حتى يلم شمل هذا الشعب الفلسطيني تحت شعار الوحده الوطنيه والمقاومه وكما يقول دوما شركاء في الميدان شركاء في البرلمان شركاء في الدم شركاء في القرار حتى نعيد الكرامه لشعبنا الفلسطيني من خلال هذا هو الجوهر دكتور حيو. جمال مشكلة للبناء مشكلة عليه نعم وهذا هو الجوهر للبناء عليه يمكن ايجاد الحلول وليس يمكن البناء على الخلافات والتناقضات بين الفصائل ولانك اشرت الى قضيه الأسرة برمزيتها ولا سيما نتحدث عن استكمال هذا الاضراب لعدد من الأسرة سيما خليل عواوده ورائد ريان في ايضا وضع حرج يستنفر وبحاجة إلى مساندة ودعم شعبي كبير فلسطينيا في كافة الجبهات بسؤال سريع لكما دكتور وسام بوشمال وكذلك دكتور جمال أبدأ معك دكتور وسام في تزايد لمؤشرات التأزم بالإقليم يعني نحن نتحدث اعتداء إسرائيلي على خيرات وثروات لبنان النفطية قصف إسرائيلي لمطار دمشق أيضا مواجهة ومناورات تحاكي عدة جبهات إسرائيلية حتى وصولا إلى إيران وزيارة بايدن التي تقول في حلف أمني إسرائيلي خليجي لمواجهة محور المقاومة، ما الذي يترتب على كل هذه التطورات؟ الامور الى اين ذاهبه ومدى جاهزية محور المقاومة والمقاومة الفلسطينية؟ يعني من الواضح تماما انه الادارة الامريكية تسعى بكل قوة في المرحلة القادمة إلى إيجاد اصطفافات قوية لصالح الحفظ الأمن القومي الاسرائيلي، وهذا بالمناسبة تصريح لبايدن قبل ايام زيارة المنطقة أحد أهدافها الاستراتيجية حفظ الأمن القومي الإسرائيلي من خلال تعزيز محور التطبيع في المنطقة هذا يجب أن يقابل تعزيز أكبر لمحور المقاومة وأيضا تعزيز أكبر لحالة الاشتباك على الأرض في كل الساحات بحيث تبدو المنطقة في حالة استنزاف كامل لهذا العدو لأن المنطقة إذا كانت مريحة وحالة مريحة للعدو العدو سيسيطر اقتصاديا سيزيد من تطبيعه في المنطقة وسيزيد من دول جديدة تطبع معه لا سيما دول ربما تكون وازنة في الفترة القادمة إذا ما واجهتها محور المقاومة وكل الساحات نسقت فيما بينها حتى تفشل هذه الهجمة التطبيعية التي تريد أن يصبح العدو الإسرائيلي هو رأس الهرم في منطقة الشرق الأوسط والدولة المتحكمة في كل موارده موارده الاقتصادية وأيضا المتحكمة في مساره السياسي أنا أعتقد أنه المنطقة لن تستسلم إلى هذه الحالة م. وربما نحن مقبلين على مواجهات مختلفة مع العدو ستأخذ أشكال أيضا مختلفة. حرب أو لا حرب دكتور وسام بإجابة سريعة أنا أعتقد أن الأمور مهيئة لمزيد من التصعيد ربما تأخذ المنطقة أشكال مختلفة من التصعيد في بعد شعبي وأيضا في بعد م. عسكري أعتقد أن الأمور قد تتطور في لحظة من لحظات إلى مواجهة عسكرية إذا ما نعم. استمر الاحتلال في في يعني تغوله على أكثر من صعيد في الساحة الفلسطينية أيضا في الساحة اللبنانية استمرار عدوان وعلى الشخصيات جاي. الإيرانية المختلفة والعلماء الإيرانيين أنا أعتقد الأمور قد تتدهور لتصعيد يعني سيأخذ أشكال مختلفة دكتور جمال أختم معك بين احتمالات الحرب واللا حرب ما هو المرجح بالنسبة لكل هذه الأحداث والتطورات برأيكم هناك لا شك هناك ازمه بالنظام العام الجديد وهناك تحولات مهمه جدا سواء باتجاه روسيا والصين في المنطقه القادمين وكما حذر من ذلك هنري كيسنجر عراب السياسه الخارجيه الامريكيه والصهيونيه الهدف الرئيسي من زياره بايدن واضح جدا هو حفظ المصالح الغربيه وبالتحديد امريكا وتثبيت وجودهم في هذه المنطقه في ظل هذا النظام العالم الجديد وايضا حفظ امن اسرائيل في المنطقه والحفاظ على الانظمه التي تحافظ على مصالح امريكا في تلك المنطقه المهم وهو من عنوان على ترابط الساحات صحيح. كما سمعنا بالأمس بالقادس الصهاينة وفي الكابينة يقولون بأننا يجب أن نؤجل الهجوم على جنين إلى ما بعد زيارة بايدن أنا بعتقد إذا بقينا كشعب فلسطيني كل ساحة تعمل لوحدها فلن يكون هناك إنجاز مرة يستفردون في غزة ومرة في جنين ومرة في الشيخ جراح وفي القدس ومرة في الخليل ومرة في فلسطين المحتلة عام 48 ومرة في لبنان أنا بعتقد إذا لم يكن هناك ترابط بين الساحات وتكون قياده موحده لهذا العمل فاننا لن يكون لنا اي دور في النظام العالمي القادم في هذه المنطقه الذي لا يفهم لغه الضعفاء ومن يستجدي حريه وطنه، هذا العالم لا يفهم الا لغه القوه ولا يفهم الا لغه انتزاع الحريه انتزاع من امريكا واسرائيل وكل من يحاول ان يتامر على هذا الشعب الفلسطيني، نحن نعم. نقول كشعب فلسطيني نرحب بكل من يوفر الدعم لصمود ومقاومه هذا الشعب الفلسطيني وكل من يريد ان يقدم الدعم لهذا الشعب من اجل ان يطوعه ومن اجل ان يستسلم فهو مرفوض شعبيا ووطنيا فلسطينيا المطلوب الوحده الوطنيه الترابط حتى نكون اقوياء ويكون لنا كلمه في ظل هذه التحولات الاقليميه والدوليه وانا على قناعه إن شاء الله ستكون في صالح الشعب الفلسطيني وهو عنوان المرحله المقبله تربيط وتثبيت هذه الساحات ان شاء الله دكتور جمال حويل شكرا جزيلا لك كنت معنا من جنين وشكر موصول لك دكتور وسام ابو شماله كنت معنا من قطاع غزه المحاصر قرية خبيزة قضاء حيفا إحدى قرى فلسطين الواقعة في منطقة الروحة شمالي فلسطين هجر أهلها عام 1948 على أيدي جماعة الإتسل الصهيونية سميت بهذا الاسم نسبة إلى نبتة الخبيزة التي تنمو بكثرة في أراضيها لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية قرية خبيزة قرية فلسطينية سوف نرجع اليها مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل وعلى طريق القدس من جديد اهلا بكم ونستانف مع فقرتنا على طريق القدس ملفنا في هذه الحلقه الحمله الشعبيه لاستعاده جثمين الشهداء من ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام انتهاكات المحتل المستفزه فاي دور في المسانده لاسترداد رفاتهم ملفنا نناقشه مع ضيوفنا أزهار أبو سرور والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور والناشطة في حملة استعادة جثامين الشهداء المحتجزة معنا من بيت لحم محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان والناشط في حملة استعادة أيضا جثامين الشهداء المحتجزة معنا من رام الله ومعنا أيضا المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى وممثل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في قطاع غزة نشأة الوحيدة معنا من القطاع المحاصر أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد محمد عليان هذه الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة من قبل الاحتلال أطلقت هذا الشهر في شهر حزيران أيضا ما أهمية هذه الحملات؟ أي دور لها لمساندة القضية، هذه القضية الوطنية من الدرجة الأولى. يعني التحية لك وطاقم الميادين ولكل المستمعين المشاهدين الكرام. بداية يعني بداية يعني السبب الأول لإطلاق الحملة هو أننا نريد أبنائنا. أننا نريد أبنائنا يعني هذا الطلب الأول لذلك أطلقت الحملة الحملة أطلقت من قبل عائلات الشهداء فقط هي لم تطلق من قبل فصيل ولا من قبل مؤسسة أهلية ولا من قبل مؤسسة رسمية عائلات الشهداء بعد هذا الصمت المطبق الطويل والذي استمرت لسنوات وبعد إمعان الاحتلال في احتجاج الجثمين إلى حد أن رقم الجثامين وصل إلى حد غير مسبوق وهو 104 جثامين حتى الآن في ثلاجات الاحتلال ومقابل الأرقام. إضافة إلى 253 جثمان في مقابل الأرقام قبل 2015. أهمية هذه الحملة أن عائلات الشهداء تساهم بشكل تالي وميداني من أجل استعادة أبنائهم. يعني هم يقولون هذا الملف هو ملف عائلات الشهداء أيضا إلى جانب المؤسسات الرسمية والأهلية. القانونيه وغير القانونيه ولكن عائلات الشهداء ترغب وتريد ان تساهم مساهمه فعاله في احياء هذا الملف جيد. الملف لم يكن على لم يكن على مائده المستوى السياسي وايضا لم يكن على مائده المستوى القانوني وان كان كذلك ف التعامل مع هذا الملف طوال هذا الوقت وبالذات في السنوات الاخيره هو كان تعامل لا يرتقي الى مستوى او حجم هذا الوجع استاذ محمد لذلك كان الحمله الشعبيه لاسترداد جثامين الشهداء قالت انه عائلات الشهداء وحدها لا يمكنها ان تفعل شيئا وهنا اسمح لي ان انتقل الى السيده ازهار ابو سرور والده الشهيد كذلك عبد الحميد ابو سرور كيف يمكن ان تتضافر جهود الجميع توسيع دائره الاهتمام بهذه القضيه لتكون على سلم الاولويات قضيه وطنيه جامعه ست ازهار لاستعاده رفات وجثامين الشهداء يعني كل التحيه لك ولجميع المشاهدين ويعني حقيقه يعني الرساله الاولى انتم الان تفعلونها يعني حتى يتضافر الجميع لابد ان يصل صوتنا الى الجميع وللاعلام دور كبير لابد من ايصال الرساله حتى يعلم الجميع يعني نحن حتى على الصعيد الوطني او على الصعيد الدولي يعني على الصعيد الوطني بالفعل لعبت وسائل الاعلام في بدايه حمله استعاده الجثامين دورا كبيرا كان كل يوم تقريبا هناك متابعات وهناك تقارير تقدم تفاصيل توثيق عن عن هذا الموضوع كي يعلم كل كل من هو يعيش في هذا الوطن الموضوع الجانب الاخر ايضا عالميا يعني هناك العديد إلى الآن من المؤسسات الدولية التي تتصل بنا أو تتواصل معنا ولا تعلم شيء عن هذا الموضوع، يعني قبل فترة وجيزة كنت مع مجموعة من الأمهات في الولايات المتحدة الأمريكية وجلهم عرب وتفاجؤوا بكل الكلام الذي عرضته أو تكلمت عنه عن هذا الموضوع. يعني كيف يمكن للجميع أن يتضافروا دون بالفعل أن يكون هناك تقصير مسؤولية ست أزهار على المستوى الوطني صحيح. يعني التقصير على التقصير مسؤولية م. الجميع يعني يعني أنا أنا أقولها دائما الشهيد في في بداية الاستشهاد وخاصة إذا كان هناك عملية بطولية يتبناه الجميع الوطن يخرج في الساحات وفي الشوارع ميدانيا ومن ثم يتبناه الفصيل ومن ثم يكون هناك مؤسسات تأتي لاستلام هذا الملف. ولكن للأسف بعد بضع أيام أو بضع شهور نشعر أننا وحدنا وأن على الأهل أن تطالب بالجثمان أو أن تستعيد هذا الحق والواجب الواجب الذي بالفعل تقتنع بأنه أصبح يقع على عاتقها يعني لا أحد يتحدث يعني نأمل من خلال هذه الحملات أسد أزهار أن بالفعل صحيح. لا تبقوا لوحدكم على العكس بل هي كما ذكرنا هي قضية وطنية من الدرجة الأولى ومسؤولية حتى إعلامية بالنسبة لنا وباقي المنابر لإيصال هذا الصوت وهنا اسمح لي أن أنتقل إلى سيدة نشأة من قطاع غزة إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم أستاذ نشأة التي تعتقل جثامين الشهداء وتحتجز بشكل مخالف حتى نتحدث بالقانون الدولي الانساني، اتفاقيات جناف بعام 49، بالارقام والوقائع، اذا اردنا ان نفصل اكثر بهذه القضيه، ما الذي يمكن ان نفصله ولماذا ينتهج المحتل هذا السلوك؟ يعني اولا تحيه لكم وتحيه لاهالي بك. الشهداء، الضيوف، اهالي الشهداء الاكرم منا جميعا. ما أود أن أقوله بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا هنا يعني أذكر المجرم الصهيوني جلعاد أردان الذي كان قد قدم في سبعة ثلاثة من العام 2018 مشروعا لدولته العنصري يقضي باحتجاز جثامين الشهداء وفي تسعة تسعة أيضا من العام 2020 2019 عفوا قام هذا المجرم وقامت دولة الاحتلال بالمصادقه على مشروع يقر او يقضي باستمرار الجيش الاسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء في هدف بطبيعه الحال كما نعلم عن هذا الاحتلال للضغط على الشعب الفلسطيني، للضغط على المقاومه الفلسطينيه، للضغط على القياده الفلسطينيه الى اخره، لتحقيق مكاسب سياسيه وبهدف المساومه بطبيعه الحال لتحقيق مكاسب سياسيه في الشارع الاسرائيلي. أو استخدام هذه القضية العادلة للشعب الفلسطيني كدعاية انتخابية بالتالي هذا المجرم الذي قام بتمزيق تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان في يوم الجمعة 29 عشر من العام الماضي جعلنا نشعر وكان الامم المتحده التي ما ردت على هذا التصرف من ممثل هذه الدوله الصهيونيه المارقه حتى ولو ببيان وهو اضعف الايمان ما اريد ان اقوله كما ذكر والد الشهيد الاكرم منا جميعا قبل قليل بان الحمله الوطنيه لاسترداد جثامين الشهداء كانت قد انطلقت ايضا في 27 8 من العام 2008 بحضور وتفاعل من أهالي الشهداء في قطاع غزة وفي كل مكان ومن بينهم والد الشهيد نبيل مسعود ووالد الشهيد حسن الهسي ومؤمن الملفوح ومحمود زهير سالم نبيل مسعود ومحمود زهير سالم هذين البطلين أيضا اللذان نفذا عملية أسدود المشتركة الفدائية المشتركة في 14 3 من العام 2000 وأربعة وما ما تزال دولة الاحتلال يعني تتحدث منذ عام 2008 14 عاما ما الذي أنجز صحيح بشكل صحيح. سريع قبل ان انتقل الأستاذ محمد نحن 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 نقول بان هذا الملف يجب ان يبقى على مائده العمل السياسي كما ذكر والد الشهيد وعلى مائده العمل الشعبي ايضا وعلى صحيح. مائده العمل القانوني بما يضمن فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء هناك 256 جثمان محتجزة وهذا ما وثق يعني العدد ليس انطلق من الأرقام كل. لأنك تحدثت يمكن على المستويين الوطني نعم. وكذلك الدولي وعلى المستوى القانوني القانوني ونحن نتحدث إلى سيد محمد عليان وهو محام ووالد الشهيد بهاء عليان من الناحية نعم. القانونية كيف يمكن توحيد هذه الجهود القانونية أستاذ محمد والشعبية بمواجهه هذه السياسه، هل تم تشكيل فريق قانوني معين مثلا وطني متخصص لمتابعه هذه القضيه على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي؟ يعني دعيني ابدا من من نهايه السؤال وهو هل تم تشكيل فريق قانوني ام لا؟ نحن كحمله شعبيه طوال الوقت ونحن نطالب بتشكيل فريق قانوني وطني على مستوى الوطن، هذا الفريق يكون متخصص تماما في موضوع القانون الدولي والقانون الدستوري والدولي الإنساني وحتى القانون القانون المحلي الاسرائيلي حتى الان لم يتم تشكيل مثل هذا الفريق، الفرق الفرق القانونيه اليوم تعمل بشكل متشرد واعتذر عن استخدام هذا التعبير، كل مؤسسه لها فريق قانوني وكل جهه لديها فريق قانوني، كل جهه تتحمل مسؤوليه الملفات التي تحال اليها من قبل الموكلين وهم عائلات الشهداء لذلك وصلنا في ما يسمى بمحكمة العدل العليا إلى طريق ممدود حتى الآن كل الالتماسات التي تقدم إلى ما يسمى بمحكمة العدل العليا ترد أو تسقط أو ترفض لأسباب تدعيها سلطات الاحتلال المطلوب الآن على هذا الصعيد المطلوب الآن وعلى عجل تشكيل فريق قانوني متخصص موحد في كل الضفه الغربيه وكل انحاء فلسطين وحتى الاستعانه بمحامين بالقانون الدولي من الخارج وثم علينا الان ان نطرح على المستوى الوطني مساله مهمه جدا وهي هل هناك جدوى للتوجه الى ما يسمى بمحكمه العدل العليا؟ اليوم محكمه العدل العليا اغلقت الطريق في وجهنا من خلال القرارات التي تؤخذ والتي تتماهى مع المستوى السياسي والعسكري. نحن نطالب باسم كل عائلات الشهداء بتشكيل مثل هذا الفريق لان عدم تمكننا من انجاز ولو إن تحقيق ولو انجاز واحد على صعيد ما يسمى بمحكمه العدل العليا ليس لان قضيتنا ليست عادله بل لان هناك تشرذم في الفعل القانوني، هذا الملف يحتاج الى قوة قانونية موحدة على مستوى الوطن ويمكن هذه دعوة واضحة منك استاذ محمد يمكن هذه دعوة واضحة منك ومن ضيوفنا ايضا م. للضغط لتشكيل هذا الفريق القانوني المتخصص ليعمل على المستويين م. المحلي والدولي باستعادة رفات وجثامين الشهداء وكما قلنا يمكن هذا اقل ما يبرد قلوب اهالي الضحايا واهالي الشهداء بدفن هذه الجثمين الطاهره انتقل اليك ستة ازهار ولا سيما انه كما قال قبل قليل استاذ نشأت اعتقال جثمين الفلسطينيين يقال انه هي سياسه بعد صفقه شليط التابعه الاسرائيلي كاوراق للمساومه الامر الغريب لماذا يتم اعتقال ايضا جثمين ليس فلسطينيين مدنيين او عسكريين سقطوا بمواجهة عسكريه بل جثمين الشهداء او عفوا الاسره ما هو الهدف الاسرائيلي برايك من ذلك؟ وهل لديكم معطيات يعني بعض التقارير الاعلاميه والغربيه تتحدث حتى عن سرقه اعضاء للشهداء الفلسطينيين؟ بالتاكيد هي سياسه يعني تعتبر رادعه والدليل ان يعني انا اخر طلب قدمته للنيابه عن طريق المؤسسه هو زياره القبر يعني بعد ان علمت بدفن ابني. بكل بساطه الرد يكون انه هذه المناطق هي مناطق عسكريه مغلقه وان هذا الموضوع يقلل من قوه الردع، يعني كانهم هو يعني وسيله يعتقدون من خلالها انه ممكن الشهداء يعني او او هؤلاء الابطال ان يرتدعوا عن عن هذا العمل باحتجاز منهم. ايمانا منهم في الديانه اليهوديه بان الجثمان يتعذب عندما يكون في الثلاجة. بالإضافة إلى الألم الذي يسببه للأهل. وهو جزء صحيح. من سياسة العقوبات الجماعية التي تمارس ضد أهالي الشهداء. كهدم البيوت. سحب الهويات. منع من السفر. هناك إجراءات كثيرة. وهي جزء مؤلم حقيقة. بالإضافة صحيح. إلى كل يمكن تلك العقوبات. وجزء مؤلم لأنه صحيح. يتعلق هذه السياسه معا. الانتقاميه يمكن تجليات نعم يتعلق هذه بجانب نفسي يعني. مؤخرا يمكن بتشجيع جثماني شهيدتين شيرين يعني ابو ب... وحتى غفران وراسنه بالتاكيد هو هو احتلال سادي يعني يتلذذ بتعذيب الاخرين وهذا ما يريد ان يكسر من معنوياتنا ولكن يعني نحن يعني في الفتره الاخيره وجدنا ان اهالي الشهداء بالفعل هناك قوه كبيره هناك اصرار على المطالبه بهذا الحق وعدم الاستسلام للموضوع وعلى الرغم من ان البعض يعني يعتبر ان الموضوع ديني وان ارواحهم تنعم في السماء وكل شيء لكن يعني نحن دائما نقول نحن وهذا جوهر الموضوع من والنقطه الاقوى قوه الموقف بالزبط. لاهالي الشهداء صحيح وعلى المستوى حتى المحلي والتضامن المو... أن, ان الموضوع بالنسبه صحيح اشكرك ان الموضوع بالتحديد هو موضوع حق ونحن لن نسكت عن حقنا والموضوع اكبر من ذلك هو كرامه لذلك الشهيد وواجب علينا جيد. طالما حيينا وهو من المفروض ان يكون واجب وطني, وطني صح نسيت قضيه الشخص وطنيه ثاني من السؤال اسفه جيد صحيح. بما يمكن الرسالة أيضاً. التي أوصلتها هي يعني. أهم, أهم نقطة يمكن على المستوى الإنساني على المستوى نعم. الوطني يعني قضية يعني وطنية انتهى الوقت صحيح. في الأزهار للأسف سأختم بنصف دقيقة معك أستاذ نشأت خلاصة الت... هذه القضية أو الرسالة يعني انا اود اود ان اقول بانها ليست سياسه جديده قيام الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء هي سياسه قديمه جديده خاصه وان هناك الاسير انيس دوله محتجز جثمانه منذ العام 80 صحيح. جثمان م. دلال المغربي محتجز منذ العام 78 الى جانب ان هناك الاسير او المناضل العربي اللبناني الذي لم يكشف مصيره حتى الان ان كان استشهد او لم يستشهد او هو اسير في السجون السريه الاسرائيليه التي اعترفت اسرائيل بوجودها اساسا دوله الاحتلال، السجن السري الذي يحمل الرقم 1391 في العام 2012 عفوا استطاعت السلطه الوطنيه الفلسطينيه ان تستعيد عشرات الجثامين ومن قبل كمان في العام 2008 استطاع حزب الله يعني ان يستعيد عدد من الجثامين وانا اقول بانني اقف عاجزا mom. كلمات اهالي الشهداء الضيوف الكرام لديك اختي الكريمه واقف عاجزا امام كلمات وصرخات طفل ولكن في الاهم يا استاذ نشأت أنا ان نبني على هذه القوه نعم قوه الموقف الذي اشارت إليها ست ازدهار ازهار عفوا والسيد نعم محمد علي بالنسبه لهذه نعم الحملات نعم والدور صحيح الاساسي ان كان من الناحيه القانونيه صحيح او من الناحيه الوطنيه والانسانيه كيفيه ترجمت هذه الجهود شكرا جزيلا لكم للأسف انتهى الوقت استاذ شكرا نشأت شكرا جزيلا لك شكر أيضا موصول لك ست ازهار وشكرا لك سيد محمد عليان كنتم ضيوفنا في فقرة على طريق القدس والآن إلى فلسطين هويته ريم شهاب فلسطينية تبتكر الشوكولات بنكهات أعشاب طبيعية حيث أرادت التميز بنكهة فلسطينية خالصة كما تحب أن تطلق عليها. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي للزميلة نسرين سلمي. بداية المشروع كانت نوع من التمرد نوعاً ما على على الدورات اللي أخذتها، أنا كانت كلها غربية، فكنت دائماً أرفض ليش دائماً عم بتعلم غربي. فبلاش ادخل النكهه الشرقيه دخلتها بالغربي. وبعدين رحت على مود الشوكولاته، فبلاش ادخل الزعتر دخلته بالشوكولاته، اي شيء بمس اي او بذكرني بشيء من هالوطن هذا انا دخلته بالشوكولاته، طلعت الفكره عندي باصعب وقت او اصعب مرحله كانت عندنا هون هي الكورونا، ما عندي حد للنكهات، حاليا يمكن في عندي 15 نكهه دول يعني اكيد موجودين باي باي علبه ال 15 وكل ما بصير معي مجال اني يعني ابتكر نكهه جديده أفكر انا ست عاشت في بلاد يمكن غربه نوعا ما مش كثير لاحكي عشت سنين كثيره بس انا دقت انه طلعت من مكان كنت الفه كل شيء فيه وبحب كل شيء فيه على مكان فيش فيه ولا شيء من نكهاتي انا نكهات بلدي فصرت احس انه ليش مثلا ما يكون في شيء من بلادنا موجود هناك بشيء بسيط شوكولاته باي شيء انه كنا نلاقي حبه الزعتر لما حدا يجيب لنا اياها على بلاد هناك نحسها انها شيء واو بس هي القيمة وهي الشيء اللي بيعطيك الانتماء الوطني او بيعطيك الانتماء لانك شيء بريحه بلدك عم بتلاقيه في قطعه شوكولاته. طموحي انه المنتج هذا ياخذ حقه صح في 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 اماكن صح. يعني تلاقي حد يقدر هذا المنتج، ناس تفهم قيمه هذا المنتج، واسم فلسطين او البراند الفلسطيني يكون موجود تلاقيه بالمطارات تلاقيه في, اي دوله عربيه في اي دوله بتمنى طبعا دولات الشرقيه قبل اي دوله غربيه بس كمان بحب الدول الغربيه موجود لانه المواطن الفلسطيني او اي مواطن مغترب هناك بيفتخر او بنبسط لما يلاقي عرفوف او يلاقي في اي مكان يلاقي منتج فلسطيني من نكهه بلده واصله هنا حتى الحريه اشرف نوفل الاسير اشرف نوفل من بلده دير شرف في نابلس اعتقل عام 2001 تعرض لتحقيق قاس وطويل حكم بالسجن 40 عاما حصل وهو في الاسر على شهاده البكالوريوس متزوج واب لثلاثه ابناء توفيت ابنته الكبرى وهو في الاسر ومؤخرا فقد والدته وحرم وداعها الحريه للاسير أشرف نوفل القضية الفلسطينية هي القضية الأقدس للبشرية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أمان الله